وده آخر ملك حكم مصر، آخر ملك يعني حكم فرس وفضح على مصر. قبله كان في بعانكو، وقبله كان في كاشتا وشباكتا، وتانو تامن ده آخر ملك حكم. في الصورة هنا موجودة إنه دائما الأهرامات هي دوري هي باعتبار محطة الانتقال لحياة تانية، لأنه بيعتقد إنه في حياة بعد الموت. وفي مجموعة من المعبودات هنا دور أساسي في الأهرامات. والنموذج اللي عندنا ده أبناء حورس الاثنين، أبناء حورس ماسكين الملك من يده لو لاحظتوا، أبناء حورس الاثنين، لأنه حورس هو النسري، حورس بمعنى النسري، لأنه بينطلق للسماء، هو بيعتبروه هو إله السماء. كويس، هو الإله اللي بيرعى الجيش في المناطق البعيدة، وهو الإله المبسوط من حبل الأرواح، وهو الراعي. وعنده ثاني عن حورس برضه أساسية إنها في المراقبة، هي برضه نحن نراك. الملك هو يلبس التاجين، لو لاحظت الشعبانين الصلاة اثنين اللي هو دلالة على انه هو حاكم لأرضه. دي الأصلة ولا الشعبان؟ دي الأصلة دي الكوبرا. كوبرا كوبرا ايوه، اللي هي اسمها الصلاة باللغة اللي هو فيها صلاة. النصين دي النص اللي بيجي والنص الثاني اللي بيمثلين اللي هو السودان ومصر الليلة حاليا، اللي هو الأرض العليا والأرض السفلى، أرض الدلتا وأرض الشلالات، أيوه أرض أي سيتي وأرشيف المسميات القديمة لكل معنى. في حتات بتكون بين الاثنين كوبرا دي في الشمس مش كده؟ اثنين كوبرا أكبر كده. أيوه معانا الشمس، معانا ورص الشمس أيوه. أيوه أيوه دي يلا ورص الشمس المجنح ده في المعبد هناك، في معبد مود ده. الله يمتلك. أيوه هنا طبعا هنا ده الموجودة هنا ده اللي هي رئيس دكانة اللي هي ده دور بتاع الصلاة، فخص التعبد للصلاة. يلا هي شايلة العلامة بتاعت الكشكوش في يدها، الكشكوش ده اللي هو الطقس بتاع الصلاة بيتم استخدامه سابقا، ده لأنه باعتبار هو طبعا هي دي 30 دينية. الملاحظ في النص الهيروغليفي طبعا اللغة الهيروغليفية اللي هي من 24 حرف، النص الطولي عادة بكل النصوص التاريخية، النص الفوقي بكل النصوص ال 30 الدينية، يعني له معنيين، واسم الملك والمعبود يكتب داخل الخرطوش، والحروف هي 24 حرف. حروف صوتية بالله 24؟ 24 حروف صوتية يعني صوتية هي حروف صوتية، حروف صوتية مرسومة فوق وقبة السماء الموجودة اللي هو باحتمال احنا حاليا في عالم ثاني. كويس كده احنا عبرنا للعالم الثاني. تفضل غرفة ثانية. الغرفة الأولى غرفة من قناة الملك، الحاجات بتاعت الملك البستاني. الغرفة دي كانت لمقتنيات الملك البسادة، البسادة في حياته إذا كان دواء الطعام أو دواء الحلقة أو غيره أو غيره. الغرفة الثانية دي خاصة بالتابوت، البودي الجسمان التابوت الجسد بتاع الملك هنا كويس بيوضع هنا، وهنا الرسمة بتاعت التابوت. حطوا بعدين حاجة زي دي هنا يعني؟ كان موجود كان موجود. لا حيحطوها ليتر أون يعني حتمثل التابوت. لا لا ما هو حيتمثل لأنه هي العادة الثانية هي وعيش في أوروبا. ده التابوت بتاعه كله؟ ده الرسمه بتاعت التابوت هنا اللي لاحظت هنا الراس بتاع الملك. اقصد انه تو ريبليس الملك. انا لاحظت شايف الكوبرس والبعض كويس. لو مثلا الجزء الجياد اللي هو بيمثل لنا السودان، الجزء اللي عندنا من السودان او معبد الشلالات، مجموعه من المعبودات من الاله عندهم، هم معبود 180 اله، هم معبود في كل دي مجموعه من المعبودات الموجوده. هم كانوا بيعبدوا من الله بتاع الطبيعة، القوة، المطر، البيت، الرنين، يعني أي حاجة كانوا بيعبدوا فيها معقول عشان يكون عنده كتور قريبة للوظيفة بتاعته، وهي لو أنت ممكن، أنا كان عندهم معبودات طبيعية. أنا زي نعم الموسيقى عمال يلا بعد خلاص خلاص ما بنتكلم عن الدمج ده بعد شوية كبرت معهم جابوا من هذا دي الفلسفة بتاعت الإنسان الإلهية هو ده من الحيوان الوظيفة بتاعت الحيوان ده المنظف من هذا المنظف على الجسس كويس والبطل بتاع الحيوان البطل بتاع هو الملك ابن آدم يعني الإله هو دمج من الصفة الحيوانية والإله ولو بالبشر بيجي بفعل حسب الحوجة اللي هي يعني بيجسد بعدين كده بس ما في امتياز. طيب انت اذا كانت الملكه او انت اذا كانت الاله انت عندك الوظيفه بتاعت القوه حيكون راسك في رسمك مع اسد لانك انت الوظيفه بتاعت القوه انت لها قوه يعني تاثير يعني